السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفتتح كلامي بالصلاة والسلام على حبيبي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي إخواني السلام عليكم من جديد، معكم يوسف من مجوهرات أميرة، مجوهرات أميرة اختصاص ديالنا بيع الذهب كسائر أي ذهبي في المغرب كامل، غير حنا كنختصوا أننا كنديروا لكم ليفغيزون في المغرب كامل، يعني تقدري من دارك تكوموندي أي حاجة عجبتك وتوصلك حتى لعندك. ليفغيزون سي غراتويت زائد أن كادو ديكوفغيغ زائد لي بارتيسيپاسيون لي كنديرو في لي طومبولا كل شهر. مرحبا بكم وفي انتظار الدخول ديالكم. حنا اليوم ان شاء الله الحلقه ديال اليوم هي عباره على تيراج سور ديال طومبولا اللي داز الشهر اللي فات. اعتذر على اللايف ديال البارح اللي مقاطع بسبب الكونيكسيون، كنا غنديرو تيراج سور البارح تعطلنا شويه لضيق الوقت مع كانوا عندنا الناس، وكذلك الكونيكسيون كان فيها مشكل في الاخير لهذا ما اضطرينا اننا ما نقدروش نكملوا اللايف الى اليوم. عاد قدرنا اليوم ان شاء الله تمكنا من اننا نبداو معكم لايف ونديرو تيراج سور باذن الله. في انتظار الدخول ديالكم نقراو بعض الرسائل. السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بلاله فاطمه، ومرحبا باول مشاهدين ومتتبعين اوفياء ديالنا، تبارك الله عليكم وبارك الله فيكم، شكرا لكم دائما على التتبع ديالكم وعلى الانتظار ديالكم. خويا عجبني واحد الباك مغياز، مرحبا لاله ميا، اي حاجه اللي بغات شي حاجه وعجبتها شي حاجه تلتحق بينا في الميسنجر او في واتساب، نيميرو دو واتساب غادي نعاود ايبينغ ليه هنايا باش يبقى مسجل على الاخوات اللي اول مره كيتحقوا بينا باش يسجلوا عندهم في البورتابل، اللي هو 0629-72-16-34. السلام خويا، بالتوفيق ان شاء الله، اللهم امين. اخي مرشيد بارك الله فيك اخويا، فوالا هاي النيميرو دابا ايبينغ ليه هنا قدامكم. تبارك الله عليكم سكينه بن عزوز، تبارك الله عليك لاله سكينه، بارك الله فيك، الله يوفقكم اولدي، اللهم امين لاله، تبارك الله عليك. ان شاء الله في انتظار الدخول ديال الاخوات جميعا نحاول نوريكم بعض لي زارتيكل على ما ان شاء الله ننتقلوا لتيراج السور اللي مانطو هاد اللايف ديال اللي نحاول ما نفوتوش فيه واحد ربع ساعه، غير في انتظار الدخول ديال الاخوات نوريكم واحد لي زارتيكل بعدا كاين اللي جاوا جداد عندنا هاد التشكيلات هادو. فوالا هادي ماشي ديالهم. سلام 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 خويا، مرحبا، عدم الله اجركم، اللهم امين. لاله فاطمه تبارك الله عليك، شكرا لك. سلام خويا يوسف، ام وليد تبارك الله عليك، والناس الجاليه تبارك الله عليهم جميعا. فوالا عندنا هاد لي زونسومبل ديال البنيتات الصغار، اخوات اللي كيبغيو دي كادو ديال الصغار البنيتات، عندنا هاد الانسومبل اللي هو خفيف يعني ديال ايروكيزي لا نيسونس او لا حتى كيمشي حتى لعامين 3 سنين، في السلسله ديال النيلو بالبوندونتيف ديالها ديال ايروكيزي والحلقات والخاتم ديالهم، هادو كيديروا 1200 درهم، 1200 درهم هي 24000 ريال 120 اورو. اللي عجبتها ان شاء الله وبغاتو كادو لشي اخت راه دير لي سكرين ومرحبا بها. هاد الانسومبل كيديروا 1200 درهم اللي هي 24000 ريال 120 اورو اللي هي 1200 درهم. فوالا الانسومبل ديال ايلوكيتي. بالنسبه للحلقات ديالو راه حلقات اللي هما عاديين، ماشي شي حلقات اللي عندهم عمود غليظ ولا صحاح باش نقولوا يعني يصلح للكبار، لا هادو ديال النسات الصغار اللي هما تيكون يلاه تزادوا حتى 3 سنين كيمشي. السلسله راه زوينه وصحيحه رقيقه ديال النيلو، الحلقات راه على شكل بولات اللي كيكونوا فيلطاج، والخويتم راه حتى هو ديال البنات الصغار، هادو كيديروا 1200 درهم. فيهم كذلك موديل اخر. سلام توفيق، اللهم امين، الله يسخر امور سيوس، بارك الله فيك سي زكريا. سلام ام محمد، السلام عليكم، مرحبا بكم. كاين عندنا كذلك هذا لو موديل الاخر اللي على شكل اوريده، هذا الموديل تا هو انصومبل ديال بنيتات صغار، حلقات صغيرة ريمبوندونتيف صغير وخويتم صغير، كيديروا 1200 درهم اللي هي 24000 ريال، هادو كيديروا 1200 درهم اللي هي 24000 ريال. ان شاء الله لي انتريسي باي ارتيكل ندير لها سكرين ومرحبا بها كون كادو كاين الاخوات اللي كانوا بغاو دي زونسومبل ديال بنيتات صغار، رجعنا هاد الموديلات هادو كذلك شكيلات اخرين لي انتريسي ان شاء الله نوريهم لها في الواتساب. مرحبا بكم، هذا فيما يخص لي زونسومبل ديال بنيتات صغار. اللهم معين اخي، اللهم امين، شي حاجه تاع بنات عمرهم 12 لطيف حنان. بالنسبه للعمر ديال 12 سنه كاين شكيلات، كاين بحال هاد الموديلات هادو اللي هما زوينين وصحاح، هادو لا علاقه مع هادو اللي وريتكم دابا، كاين هاد الشكل هذا راه الشكل ديالو باش تكون الصوره اولا دوزو عندي الواتساب ونوريه لكم. هادو كيديروا 2200 درهم اللي هي 44000 ريال، ولكن حجم مزيانه وصحاح والعمود ديالهم غليظ،
كيديروا بها 40 الف ريال اللي هي 2200 درهم. سلام بغيت انصومب ديامونتين اوفال براسلي وتكون سلسله شوبار طوال 39 كتب لي النمره واتساب عافاك اختي غزلان. راه هي النمره واتساب راه هي اللي افيشي قدامك اللي فيها بيجوتري اميره ايبينغلي 0622271434. ان شاء الله سجليها عندك ومرحبا بك. كاين كذلك بحال هادو تا هما كيجيو 12 عام ما فيهم لا خاتم لا والو فيهم حلقات وسنيسله كيديروا 1200 درهم اعتذر 1250 درهم 25000 ريال 1250 درهم على شكل قليب فيهم حلقات وسلسله بالبونبونتيف ديالها فوالا 1250 درهم اللي هي 25000 ريال. هذا فيما يخص لي زارتيكل اللي هما ديال الصغار. وصاي معايا شويه نشري من عندكم. مرحبا لاله الهام ما كاين حتى مشكل مرحبا بك. سلام شحال ديال الغرام ديال السويري لاله رشيده؟ بالنسبه للذهب ديال الغرام اللي هو السرات الود مالج كيبداو ب 350 درهم اللي هي 7000 ريال الغرام. الصويرير كيدير 350 درهم للغرام. كاين عندنا كذلك لي شوروفسكي ديال الجوهر حر اللي هما هاد الشكيلات هادو. هادو كيدير الثمن ديالهم 600 درهم اللي هي 12000 ريال. هادو راه فيهم اللوينات. عطيني هذاك طابلو شي بان فيه اكثر وضوح. فوالا نتمنى انه يكون باين لكم مزيان. كان عندنا هذا الموديل هذا كيديروا تقريبا 600 درهم هي 12000 ريال. كاين كذلك بحال هذا اللوين هذا. المهم هادو فيهم موديلات بزاف. هذا ديال الجوهر اللي هو حر. عاد كاينين لي شواروفسكي اللي كيدير الثمن ديالهم 400 درهم راه فيهم اللوينات الاحمر الخضر البيض اللوين اللي بغيتي راه موجود. هادو كلهم راه الجوهر اللي هو حر. كاين كذلك هذا فيه شكل خميسه جوهر حر كيدير 600 درهم اللي هي 12000 ريال. هذا السياسي السلسله فيها اسم ناديه شحال الثمن ارجوك اختي ناديه؟ السميه ديال السلسله بالسلسله ديالها كدير 1700 درهم اللي هي 34000 ريال. فيها السلسله ديال الكورميت يعني السلسله اللي هي صحيحه وديال ديما. سلام بغيت شي براسلي في حدود 4000 درهم شي حاجه صحيحه. بالنسبه للبراسليات مدام كاين عندنا بحال هاد الشكيلات هادو كيدير الثمن ديالهم 5100 درهم. البراسليت ديال الوان هذا كيدير 5100 درهم يعني تزيد واحد 1000 درهم شي حاجه اللي هي زوينه ودي المناسبات عاطيه العين الصح والعمال. هادو كيديروا 5100 درهم يعني 5100 درهم اللي هي 510 5100 درهم هي 102000 ريال. فوالا هذا فيما يخص هذا البراسليت هذا كيدير 5100 درهم. كاين عندنا كذلك موديل اخر لي الثمن ديالو كيدير 69000 ريال بحال هذا الشكل. هذا هذا البراسلي اللي ما فيه لا حجر لا والو كيجي سامبل النقشه ديالو رائعه بلدي 100% كيدير 3450 درهم يعني 69000 ريال 3450 درهم اللي هي 345 اورو 3450 درهم اللي هي 69000 ريال. فوالا لي انتريس ان شاء الله بيه دير سكرين ومرحبا بها. لعقت بغيت ديال العنق اللي فيه الزهر والزمرد. مرحبا بك اختي خديجه. بالنسبه للزمرد دوزيتنا ان شاء الله الواتساب ونوريك لي موديل اللي عندنا ما كاين حتى شي مشكل. خويا شحال دير ديك السلسله الرقيقه اللي فيها ديك خميسه فيهم الالوان؟ لاله لبنى او لولا كيديروا 550 درهم يعني 11000. هي انا غادي نوريك الموديلات اللي فيهم. فوالا كاين عندنا كذلك هذا الموديل ديال هذا البراسلي هذا اللي الثمن ديالو جد مناسب كيدير 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. براسلي كيدير 3500 درهم رائع كيجي بحال هكذا صحيح حجيرات فيه قلال يعني كله منقوش وكيدير 70000 ريال يعني 3500 درهم اللي هي 350 اورو. ان شاء الله لي انتريسي وجبار دير لي سكرين نحاول نديرو لها حتى الفون بالاحمر باش يبان لها اكثر وضوح. فوالا هذا راه كيدير 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. بالنسبه للسنيسلات ديال الخميسه الاخت اللي سولت عليهم صراحه كلشي عندكم غزال وان شاء الله قريب نتقدم من عندك. مرحبا بك لاله عبير تبارك الله عليك ومرحبا بك. فوالا كاين عندنا هذا الموديل هذا ديال السناسل بالخميسه راه فيهم اللوينات كاين اللي فيها النوار كاين اللي فيها الجولد كاين اللي فيها البرونز كاين اللي فيها البلو مارين كاين الابيض. هادو خميسات اللي كيجيو محجرين رائعين في اللبس. راه كان الثمن ديالهم قبل كيديروا شي 800 درهم درنا لهم غير 550 درهم بالمناسبه ديال
نجاح الاخوات اللي نجحوا في البكالوريا هنيئا لهم، بالتوفيق ان شاء الله في المسيره الجايه. اخوات اللي كيبغيو بعض المرات ياخذوا هدايا بثمن جد مناسب، راه هادو شي حاجه اللي هي عندهم اون فالور وثمن جد مناسب. هادو راه فيهم مشكلات، راه ديجا لاباج لا فوتو ديالهم بيبليي في لاباج ديالنا اللي هي بيجوتري اميره، يمكن لك تلتحقي بينا تما وتشوفي الموديل اللي عجبك ولا اللي عجبك، اولا سوغ انستغرام بيجوتري اميره وتكوموندي اللي عجبك. مرحبا بك. ممكن نعرف راسي خفيف يمشي مع خاتم الزواج بشحال ثمن الموديل كثار لا امري، ان شاء الله دوزي عندنا الواتساب وما كاين حتى شي مشكل. الغزالين اخويا تبارك الله عليك وشكرا على التسليم والريتيني، مرحبا بك، حنا في الخدمه ديالكم وعند الاستماع ديالكم دائما ما امكن. اللي كنحاولوا نقراو التعليقات ديالو كنحاولوا نجاوبوه، اللي ما قريناش التعليقات ديالو راه يقدر الظروف وكنعتذروا منه، اولا ان شاء الله دوز عندنا الواتساب وهكذا نقدر نصوروا لاي حاجه بغا. انا غنكمل معكم لي تخوا بغاسلي. بالنسبه لتخوا عندنا هاد التشكيله اللي هي جديده، هاد تخوا بغاسلي هادو كيديروا الثمن ديالهم 9300 درهم يعني 186000 ريال، رائعين، كيجي بحال قدام حلور فوالا، كيديروا 9300 درهم اللي هي 186000 ريال، 9300 درهم 930 يورو، ما فيهم لا حجر لا والو، هادو 3 دي ها كيفاش كيجيو 9300 درهم. ان شاء الله اللي انتريسي بلي تخوا بغاسي بلديين ما فيهم لا حجر لا والو، دير لي سكرين، هاد راه التشكيله كنقترحها عليكم زوينه، ما فيهم لا حجر لا والو، صحاح وزوينين والثمن راه دائما جد مناسب. كاين عندنا كذلك ديال الكارتي اللي هما ديال الفيس، بغيتوهم باللوان اولا كلهم صفرين ما كاين حتى شي مشكل، راه موجودين عندنا بحال هكذا، هادو كيديروا 9400 درهم يعني 188000 ريال، 9400 درهم هي 9400 درهم 188000 ريال 940 طور فوالا، 9400 درهم اللي هي 188000 ريال، 9400 درهم اللي هي 188000 ريال. ان شاء الله اللي انتريسي بهم راه دير لها سكرين ومرحبا بها. واش ممكن يعني هذوك الجهور ديال ليدي اللي قلتي اصلي باش ناخذ واحد منهم عفاك اختي ناديه؟ مرحبا بك، اولا سجلي نيميرو الواتساب عندك اللي هو 0620 ديجا ايبينغ لي هنايا باش ان شاء الله دوزي عندنا ونصوروا لك باكثر وضوح، حيت يقدر الصوره في اللايف ما كتطلعش مزيانه 100% ما يبانوش اللوينات ديالهم دوريجي كيفاش كيبانوا. عطيني لي سواروفسكي الحري، نحاول نعاود نوريهم لك باش تشوف فيهم عن قرب ان شاء الله، وديك الساعه الا عجبوك دوزي عندنا الواتساب ما كاين حتى مشكل، حضر بعضياتهم باش هكذا يقدروا يبانوا لك فوالا، دير لهم سكرين ومرحبا بك. الا حطينا وحده بعضياتهم يقدروا يبانوا اكثر وضوح. كاين هذا ابيض، كاين هذا بحال مارو، كاين هذا فيه اللوينات مخلطين فوالا، وكاين هذا بحال الكرونا مايل شويه للمارو، ما نقدرش نعرف اللون ديالو بالضبط كيفاش داير. المهم اللي الصوره اوضح ان شاء الله دوز عندنا الواتساب ما كاين حتى شي مشكل. كاين كذلك هذا الموديل تا هو رائع، فيه واحد اللوينات راقيين جدا، هذا تا هو غزال، انا جو بريفير هذا الموديل هذا اللي اللون ديالو صراحه واعر بزاف. وريني غافينيتي الى عندك. بالنسبه لغافينيتي حلقات، نوريك الحلقات مثلا اللي انا موجد لكم مثلا اليوم، كاين عندنا هذه التشكيله ديال الحلقات اللي كيبغوا حلقات هابطين، هادو كيديروا 1800 درهم، 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، هادو حلقات اللي فيهم العمود والثمن ديالهم 1800 درهم اللي هي 36000 ريال 180 طون. زينب انوار اختي بالنسبه للانسومبل ديال البنانه كيدير 10500 درهم، الكبير كيدير 10500 درهم. كاين عندنا كذلك هذا الموديل ديال الحلقات كيديروا 2000 درهم اللي هي 40000 ريال، هادو كيديروا 2000 درهم اللي هي 40000 ريال فوالا. هادو حلقات اللي هما بالعمود وطوال، تقريبا ماشي ديال البنات الصغار، هادو مازال العيالات يلبسوهم كيجيو زوينين، هادو كيديروا 2000 درهم اللي هي 200 يورو. خويا خاتم في حدود 1000 درهم، صراحه كاين شكلات بزاف اختي فاطمه الزهراء، راه النيميرو ديال الواتساب تما يمكن لك تلتحقي بينا حيت ما حاطهمش الصراحه، حيت الحلقه ديال اليوم هي صراحه راه تيغاج السوق ديال الطومبولا ان شاء الله اللي ديال هذا الشهر ديال جوان، حنا غادي نعلنوا على الفائز ديالها في لحظات غير على ما ان شاء الله يدخلوا الاخوات كاملين. نحاولوا نوريكم بعض لي زارتي كندوزو معكم شويه الوقيت بما نقول ان شاء الله تيغاجو السوق. الحلقه ديال رافينيتي كاينين هادو كيديروا 2100 درهم يعني 42000 ريال، 2100 درهم اللي هي 42، كاين اونسومبل كامل لا بغيتي اونسومبل كامل راه كاين سلسله حلقات خاتم لي بوك راه موجودين، هادو كيديروا 2100 درهم اللي هي 42000 ريال.
باش ندوز معكم هادشي سريع. بالنسبه للانصومبل ديال البنانا كبير اللي هو هذا هو الكبير اللي كيدير الثمن ديالو 10500 درهم، 10500 درهم اللي هي 1,010,000 ريال، 2500 درهم، 1050 اورو. رائع، كيجي في اللبسه رائع ديال البنانا، رائع صراحه، ما كيديموضاش سامبل وديال ديما، وكذلك المناسبات. هذه 1500 درهم اللي هي 1050 اورو، لي زونفيرون ديال 1050 اورو بلا صرف. بالتوفيق، انا غنسلك على صاب، وانا دائما متبعات ليك. تبارك الله عليك اختي ناديه، وتبارك الله على جميع الاخوات. بالنسبه للسريكلات راه كاين موديلات كثار، فوالا مو واحد الشونسيو منهم. هاد السريكلات هادو اللي هما على شكل سلك رائعين، مثلا هادي فيها شي 45 غرام و20 كدير 17500 درهم، 1,050,000 ريال، 7 دمالج، حاجه اللي هي وازنه وثقيله وصحيحه، كيديروا 17500 درهم اللي هي 1,050,000 ريال، 1,050,000 ريال. كاين كذلك ثقل، وكاين كذلك خف منهم، كاين حتى ديال 15,000 درهم، كاين حتى ديال 16,000 درهم، وكيمشيو حتى ل 40,000 درهم. يعني الشكل الميزه اللي بغيتي راه موجود، ما كاين حتى مشكل. هاكا سياسي، عطيني لي زونسوم دوزهم بالزربه باش ما نطولوش على الاخوات بزاف. عندنا هاد الانسومبل هذا حلقات كبار اللي كيجيو هابطين، الثمن ديالو 13,800 درهم. انسومبل اللي كيدير 1,076,000 ريال، 1,380 اورو، يعني 1,076,000 ريال. فيه براسلي، خاتم، حلقات اللي كيجيو ديال المناسبات، والسلسله ديال بالمي زائد بالبوندونتيف ديالهم، هادو كيديروا 1,076,000 ريال. ان شاء الله لي انتريسي بي، راه بلدي ومودرن، يعني رائع في اللبسه ديالو. لي انتريسي ان شاء الله دير لي سكوي ومرحبا بها. بغيت هادوك الحلقات ديال 2,100 درهم والبراسلي بالحق، الى ندينا عفاك لالا هاجر. حنا في مدينه سطات قيصريه الشاويه، الا تقريبا منا بغيتي تجي عندنا مرحبا بك، تشرفينا. اولا ما قدرتيش ان شاء الله كنديروا لا ليفريزون بار امانه، توصلك الامانه حتى لعندك وكتخلص وكيعطيوك الكولي ديالك. هذا 1,076,000 ريال. كاين كذلك، عطيني هذاك الاخر البلدي تاعو نعطيهم الخفيف. بغيت سلسله خميسه زرقاء، مرحبا اختي مريم، موجودين خميسه زرقاء موجودين، دوزي عندنا ان شاء الله الواتساب وكوموندي اللي بغيتي. كاين عندنا كذلك هذا اليوم كيدير غير 8000 درهم اونصومبل بالبراسلي والحلقات والخاتم والتعليقه ديالو، فيه الذهب البيض في الجناب، اونصومبل كامل ب 160، يعني 100 اورو. شي حاجه اللي هي خفيفه وصحيحه، ما نقولوش راه ثقيل وانما خفيف. البراسلي حتى هو راه خفيف، التعليقه الحلقات الخاتم غير هو راه جوده زوينه وصحاح، كيديروا 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال. يعني بالنسبه للحضور والمناسبات راه رائع. كذلك اللي كتبغي اونصومبل بثمن ناقص في الثمن، حنا في خدمه الجميع، هذا 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال، 800 اورو. ورينا دي شي انصوم ديال العروسه تكون خفيفه، راه هادشي اللي كنوريكم دابا اختي نجاري، مرحبا بك. عندنا كذلك شي حاجه لي روميه بحال هاد الموديلات ديال غافينيتي اللي كيدير 4,800 درهم، 96,000 ريال، 4,800 درهم، 480 اورو. ما تنساوش الاخوات ان شاء الله ديروا بارطاج 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 اللايف ديالنا والصفحه ديالنا ان شاء الله. في بعد قناه ديال انه المفاجاه ان شاء الله ديال الشهر الجاي اللي غادي تكون طومبولا، غادي تكون الشهر الجاي غادي تكون ان شاء الله، يقدر يستافد منها الجميع، سواء الناس اللي غيشريو عندنا سواء الناس اللي كيشجعونا باغ انترنيت. عنده كلشي عنده الحق في المشاركه ان شاء الله، غادي نعلنوا عليها بعد قليل. خليكم معنا وما تنساوش ديروا بارطاجي اللايف ديال اليوم باش هكذا المشاركه تعمل الجميع. فوالا هذا كيدير 4,800 درهم، هي 96,000 ريال. كاين عندنا كذلك انصومبلات خفاف في المتناول، ثمن جد مناسب. عندنا هذا الموديل، هذا بانصومبل كامل كيدير 3,200 درهم، يعني 64,000 ريال، 320 اورو اللي هي 3,200 درهم، 64,000 ريال. في حلقات، سلسله ديال النيلو رقيقه، غورميت بوندونتيف، شي حاجه لي بور لو كوتيديان وصحيحه وزوينه. لي انتريسي ان شاء الله راه دير لي سكرين ومرحبا. شنو مدينة خويا؟ حنا في مدينة سطات لالا. عندنا كذلك انصومبل اخر حتى هو لي خفيف، اخوات لي تيكونوا مقبلات على الزواج وكيبغيو شي حاجه على قد الثمن، باغا تفرح وميمطو على قد ثمنها. عندنا هذا الموديل كذلك رائع، كيدير الثمن ديالو 3,100 درهم، يعني 62,000 ريال. شي حاجه اللي هي رقيقه وخفيفه وحلوه ديال ديما وغزاله، ما نقولوش شي حاجه اللي هي ثقيله باش نكونوا صادقين معكم. السلسله ديال النيلو رقيقه بلوطو، هذا فيه السلسله ديال الشوبار، هذا فيه السلسله ديال الشوبار،
بين لكم مئات الحلقات والسلسله بوندونتيف كيدير 3100 درهم اللي هي 310 يورو 62000 ريال. فوالا اش مدينه راه ما سمعتش مزيان، واش اصيله ولا ازيلال؟ لا لا سوقينا، لا حنا في مدينه سطات، مدينه ديال سطات، يعني في مدينه سطات الشاويه ورديغه، وكنديروا لا ليفريزون في المغرب كامل. كاين عندنا كذلك هذا الانصومبل البلدي اللي فيه الوينات، الثمن جد مناسب 4500 درهم كامل، يعني ب 90000 ريال انصومبل كامل ب 4500 درهم، انصومبل كامل ب 4500 درهم اللي هي 4500 درهم 450 اورو. الوان ديال سواروفسكي العادي اللي كيدير وي كاينين، عطيني لي سواروفسكي ديال 400 درهم. فوالا اللي انتريس ان شاء الله دير سكرين ومرحبا بها. كاين عندنا كذلك انصومبل ديال خميسه ديال غافينيتي كيدير 6500 درهم اللي هو هذا، كيدير 6500 درهم اللي هي 130000 ريال 650 اورو. ان شاء الله اللي انتريسي به حتى هو راه مرحبا بها، دير لي سكرين ومرحبا بها. فوالا هذا انصومبل رائع ديال غافينيتي. وي مدام، هاد الخميسه ديال غافينيتي مسيرتي بالحجر كلها من الوسط، جوده ممتازه والثمن جد مناسب. دائما هادو تيكونوا شويه زايدين ديال غافينيتي، علاش؟ حيت الجوده والحجر مسيرتي و تيكون ما تيطيح لهم والو. بالنسبه لي سواروفسكي كاين عندنا هاد التشكيلات، هادو هما اللوينات تقريبا كاملين اللي كاينين في سواروفسكي ديال 400 درهم، على حسب هاد اللوينات اللي تيكونوا صيفيين اورانج، كاين هاد الفيغ كلير شويه، كاين بيستاش، المهم تشكيلة متنوعة، كاين لو نواغ الخضر. هادو كيديرو 400 درهم اللي هي 8000 ريال، 400 درهم اللي هي 8000 ريال. فوالا ديرو سكرين ان شاء الله، واي لون عجبك هنا راه ما كاين حتى شي مشكل دنيا هانيه. ورينا عفا كورميطات ديال الخراشش، زوين داكشي تبارك الله عليك، لالا اختي جميلة، الكورميطات ديال القشيوشات. فوالا كورميطات ديال القشيوشات راه معروفين اللي دائما كندوزوهم، فيهم هاد الموديل هذا ديال غورميت ديال الرويال بالتعليقات اللي قاصحين ماشي دوك الخاويين، هادي كدير 4500 درهم اللي هي 90000 ريال 4500 درهم اللي هي 450 اورو. هادو موديل جديد ديال الرويال، غورميت ديال الرويال، فيها قشيوشات رائعين يعني صحاح، وكدير الثمن ديالها 4500 درهم حيت ثقيله وزوينه. كاين شي حاجه اللي هي ناقصه في الثمن بحال هادو ولي مجاري بهم العمال ومعروفين، راه كيديروا 2200 درهم اللي هي 44000 ريال. قشيوشات تيكونوا فيهم رقاق خفاف كيبومبيو، وهي اصلا راه زوينه وصحيحه ديال ديما، 2200 درهم اللي هي 44000 ريال. الاخوات اللي كيبغوا الكوميطات ديال القشاوش راه هما هادو، كدير 2200 درهم. وكاينه الكبيره ديالها ديسپونبل هاد الايام، راه جات راه كاينه موجوده، بالثمن ديالها كيدير 5700 درهم اللي هي هذه، هذه كدير 5700 درهم. كيفاش كتجي تقريبا في اللبسه؟ كتجي عامره وعاطيه العين، هذه كدير 5700 درهم اللي هي 570 اورو اللي هي 114000 ريال، 114000 ريال اللي هي 5700 درهم 570 اورو. كل غورميطه ديال البنانا لي الثمن ديالهم كيدير 1750 درهم موجودين، 1750 درهم اللي هي 35000 ريال، 1750 درهم اللي هي 35000 ريال. فوالا هادي كورميت ديال البنانه. كاينه كذلك ديال 2200، كاين ديال 2800، راه الشكيلات موجودين. عطيني العنوان ديالكم في سطات سي عبد الرحمن، حنا في مدينه سطات في القيصريه ديال الشاويه اللي معروفه في مدينه سطات، يعني قدام الرومبان ديال العود، الرومبان ديال العود اللي معروفه في مدينه سطات، راه اون فوا كتدخل تما كاينه اللي قلتي لي قيصريه الشاوي وريها ليك، راه كاين حنا قدام الباركينغ تما كاينيت بلاصتي، وجي عندنا مرحبا بك. لي غورمي ديال 3 دي اللي كيختلف الثمن ديالهم ما بين 1600 درهم 1800 درهم، بحال هذا الشكل هذا كدير 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. فوالا هذه كتجي غزاله حتى هي، كدير 1800 درهم اللي هي 36000 ريال، 1800 درهم اللي هي 36000 ريال. وكاين عندنا هذا الموديل ديال غورميت بلدي، كونسيبسيون ديال بيجوتري اميره، موديل ديال بيجوتري اميره اللي هو هذا، كيدير 2800 درهم اللي هي 56000 ريال، 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. فوالا 2800 درهم اللي هي 56000 ريال. اذا بعد لحظات ان شاء الله غادي نعلنوا على الفائز معنا في التيراج السوغ ديال الطومبوله ديال هاد، غنديروا تيراج السوغ ديال الطومبوله ديال هاد الشهر ديال جوان.
قول لي شحال الخميسه الزرقاء كدير 550 درهم اختي مريم 550 درهم فوالا حلقات كي عندنا بحال هاد التشكيلات هادو كيبداو ما بين 900 درهم و 1300 درهم كاين بحال هاد التشكيلات هادو ما فيهم لا حجر لا والو هاد الحلقات كلهم ما فيهم لا حجر لا والو للصوره اوضح ان شاء الله تلحقوا بينا في الواتساب ما كاين حتى شي مشكل اللي انتريسي بحلقات بغاتهم ما فيهم لا حجر لا والو هادو تشكيلات جداد كيبداو ما بين 900 درهم و 1300 درهم اللي هي 26000 ريال فوالا ان شاء الله ديروا سكرين ومرحبا بكم زينب انوار اختي ديجا جاوبتي على السؤال ديالك اونزو كيدير 10500 درهم هي مليون و 10000 ريال ان شاء الله كيبان لي الاخوات التحقوا بنا جميعا نحاولوا ان شاء الله بداو طومبولا شنو باقي شي حاجه اخرى ندوزو السناسل واخا يلا عطينا السناسل ندوزوهم سمحوا لينا نحاولوا ندوزو واحد السنيسلات بعض الطلبات ديال الاخوات قالك دوزوا لينا السنيسلات في اللايف ديال اليوم فوالا شي حاجه اللي هي خفيفه وزوينه كاين عندنا هاد الموديلات هادو فيهم السنسله ديال النيلو دائما السنسله ديال النيلو البوندونتيف كيختلف كاين هاد البوندونتيف ديال الخميسه بالسنسله ديالو كيدير 900 درهم هي 18000 ريال 18000 ريال كاينه هادي كدير 1100 درهم هادي 1100 درهم هي 22000 ريال السنسله ديال النيلو بالبوندونتيف ديالها كيجيو غزالين ورائعين يقدروا ما يبانوش لكم هنا مزيان مع الصوره شويه بان فيها ما واضحاش بزاف وانما ان شاء الله اللي عجبتها شي حاجه ديرها غير سكرين دوز عندنا الواتساب كاين كذلك هادو اللي كتكون فيهم حجيره بيضاء كيديروا 750 درهم فيهم سلسله ديال الشوبار حجيره بيضاء فيها سلسله ديال الشوبار كدير 750 درهم اللي هي 15000 ريال متبع اللايف حتى انا باغي نكون في تيراج لا بروشين فوا ان شاء الله وي رجاء اختي خليك معنا ان شاء الله راه هذه المفاجاه اللي غادي تكون ان شاء الله اللي غنعنوا عليها من بعد ما غنديروا تيراج الصور ديال اليوم غادي نعنوا على المفاجاه اللي غادي تكون ديال هذا الشهر كامل اللي ان شاء الله يقدر يستافد منها الجميع سواء الناس اللي كيتبعونا الناس اللي كيديروا بارطاجي الناس اللي كيديروا جيم لاباج ديالنا حتى هما ان شاء الله عندهم نصيب انهم يلتحقوا بالطومبولا ديالنا اللي غادي تكون في هذا الشهر الجاي دونك نذكر غير نكمل معكم هاد السنيسلات وغادي نشرح لكم ان شاء الله كيفاش طريقه المشاركه ان شاء الله باش نكون واضح معكم هاد الجائزه اللي غادي تكون الشهر الماجي ان شاء الله سيتا ويكاند عباره على ويكاند في مراكش يعني ويكاند في مراكش غادي يكون من نصيب وحده فيكم اولا يعني غادي يكون ديال جوج الناس دو بيرسون ان شاء الله غيستافدوا معنا من ويكاند في مراكش في لوطيل اللي غادي ديال 5 طوال ان شاء الله اللي غادي نخيروهم فيه وهاد هاد الناس هادو يقدر اي واحد يشارك راه ماشي اي واحد يعني يشري عندنا سواء الناس اللي غيشريو سواء الناس اللي كيتبعونا دائما وكيديروا بارطاجي ديال لي لايف ديالنا وكيديروا بارطاج لاباج ديالنا حتى هما ان شاء الله كيف سبق لنا وعدناكم انه غادي يكون عندهم واحد النصيب لهذا قررنا بحلول فصل الصيف قلنا علاش لا ان شاء الله نديروا ان ويكاند اللي غادي يكون ان شاء الله كذلك بمناسبه ديال الافتتاح ديال المحل الشاوروم ديال بيجو دخي اميره اللي غيكون في مدينه سطات ان شاء الله غادي يكون يقدر يكون في الاخر ديال الشهر غادي يجي متزامن ان شاء الله مع تيراج الصور ديال الطومبولا واللي غادي تكون ان شاء الله في الافتتاح ديال المحل ديال الشاوروم بيجو دخي اميره والحضور الناس اللي غادي يجيو يحضروا معنا ان شاء الله في الافتتاح حتى هما عندهم الحق انهم يشاركوا معنا ملي غادي يحضروا معنا في الافتتاح ان شاء الله اذا نحاول نكمل معكم هاد السنيسلات ونكمل معكم ان شاء الله تيراج الصور ونكمل معكم طريقه الشرح ديال كيفاش انكم عندكم الحق تشاركوا معنا فوالا كاين عندنا هاد الموديل ديال هاد السلسله هادي اللي فيها حنيش هادي كدير 1450 درهم هي 29000 ريال 1450 درهم هي 29000 ريال السلسله ديال النيلو بالحنش فوالا مريم بسمه سالا بغيت براسي ثلاثه يكونوا في ثمن مناسب وي اختي مريم ان شاء الله حيت دابا كيف شرحت لك ما نقدرش نطول بزاف في اللايف غير دوزي عندنا الواتساب ونعطيو كاع لي موديل ديال 3 براسي بالثمن اللي تبغي نتيا ان شاء الله غير اي واحد فيكم يحاول ياخذ نيميرو الواتساب ويلتحق بينا ما كاين حتى شي مشكل اميره خالد فيجو تخيب سميتي يا سلام تبارك الله على الاميره تبارك الله على المغاربه كاملين المغربيات راهم كلهم اميره تبارك الله عليهم كلهم منورات تبارك الله على الاخوات ديالنا المغربيات كاملين من طنجه الى القويره راه كلكم اميرات الله يعطيكم الصحه فوالا هذه 29000 ريال فين عندكم محل في مدينه سطات للاميره عندنا هذا الموديل هذا كيدير 1050 درهم سلسله فيها بتي كور دي تحت منه هذا الساروت هذا رائع موديل زوين كيدير 1050 درهم اللي هي 21000 ريال 1050 درهم تشكيله صراحه كثيره غنحاول ما امكن ان نوريها لكم غير ان شاء الله اللي عجبت هذيك الساعه شي حاجه غتحاول دير سكرين ودير شي سيركل على الموديل اللي عجبها
ومرحبا بها. راه كاين ساروت، كاين البوندونتيفات اللي فيهم قلياب، كاين على شكل ابل، كاين شكلات بزاف صراحه، كاين ديال الشميشه، هادو كلهم اللي الثمن ديالهم كيتراوح ما بين 900 درهم و 1100 درهم. رجاء رجاء عرضوا علينا، راه ان شاء الله الدعوه غادي تكون كتعم جميع المغاربه، يعني سواء اللي في سطات سواء خارج سطات، ان شاء الله ضروري غنديروا لافيتاسيون في لاباج ديالنا في جودخي اميره، وراه لافيتاسيون غادي تكون كتعم جميع المغربيات والمغاربه، يعني انهم يشرفونا في افتتاح ان شاء الله اللي غادي يكون في الاخر ديال شهر 7 باذن الله. صافي هادشي اللي كاين السياسي على بركه الله، نحاول ان شاء الله نبداو لو تيراج سو ان شاء الله ديال الطومبولا اللي هي على شكل مونتر اوريجينال اللي غادي تكون مناسب وحده فيكم. اذا نحاول نشرح لكم ان شاء الله الشهر المجي اللي هو الشهر ديال جويي غادا تكون واحد الطومبولا اللي غادي يكون فيها ان شاء الله ان ويكاند مناسب وحده فيكم ان شاء الله. الحقل ديال دو بيرسون زائد ان اونفون صغير الا بغيتو تاخذو معاكم ما كاين حتى شي مشكل. ان ويكاند مراكش. شروط المسابقه، اولا ديري عندنا كوموند في الواتساب في لاباج ديالنا بيجوتري اميرا اوفيسيال او سيغ انستغرام، او الا ما خديتيش عندنا عندك حق كذلك تشاركي الاخوات اللي دائما كيتبعونا والوفيات دائما ديالنا اللي كيديروا لي جيم ولي بارطاج، حتى هما عندهم الحق يشاركوا عن طريق انهم يديروا جيم لاباج ديالنا. غديروا جيم لاباج وديري لها سكرين وديري بارطاجي لاباج ديالنا وديري لها سكرين انك درتي لها بارطاجي، كذلك ديري بارطاجي الانونس اللي غنديروا ان شاء الله هاد العشيه غنانونسيوها اللي كتحتوي على القرعه وعلى تيراج السوغ اللي غادي يكون وجميع ان شاء الله لي كوردون اللي غيكون اللي غنطلبوا منكم. الوغ ثلاثه الحوايج، ديري جيم لاباج بارطاجي وكذلك بارطاج الانونس اللي غنديروا ان شاء الله عشيه، وديري ليهم سكرين وتصيفطيهم لينا سيغ ميسنجر، ماشي سيغ واتساب وانما سيغ ميسنجر تصيفطوهم لينا، تما غناخذوا لي كوردوني ديالكم يعني النوم برينو والمدينه والتليفون ديالكم، وهكذا كتشاركوا معنا في القرعه ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله ليكم والجميع باذن الله. واللي في مراكش يبقى في مراكش ولا شنو؟ الله يعطيك العافيه سناء الصحه. اللي في مراكش واش يبقى في مراكش؟ صراحه الله يعطيك الصحه. علاش ان شاء الله الا كانت شي وحده فائزه من مراكش حنا غنديروا ان النوطي ان شاء الله اللي هو 5 ايطوال، عجبها ما عجبهاش عندنا الحق اننا نقدروا نبدلوا لها الاكادير. هادو بالنسبه للاخوات اللي غادي يكونوا من مراكش وفازوا ما بغاتش تستافد من الاوطيل في مراكش، نقدروا نحولوا ليها في اكادير، ما كاين حتى شي مشكل. اوتيل 5 ايطوال هو اللي غادي تسالينا ان شاء الله. المهم بالتوفيق للجميع ان شاء الله، نحاولوا نبداو تيراج السوق ديال طومبولا. هنا المشاركات ديالكم كاملين كاينه هنايا، اخوات اللي شراو عندنا كاملين لي كوردوني ديالهم هنا اوتوماتيكمون، السميه والتليفون والمدينه. وحده منكم ان شاء الله تكون فائزه معنا، غادي نحاولوا نعيطوا لها بار تليفون، نعيطوا لها المره الاولى الثانيه الثالثه ما جاوبتناش، ديك الساعه كنعاودوا تيراج السوق لا تكون ما شافتش التليفون ديالنا. اذا كذلك كاين هنا بعض الاخوات اللي ما غاديش يستافدوا من القرعه، علاش؟ على حقاش كنا صيفطنا لهم السلعه ولظروف خاصه الله يكون في العون ما تمكنوش من انهم ياخذوا السلعه ديالنا في الامانه، لظروف خاصه كاين اللي سافر، كاين اللي وقعت ليه شي ظروف ما قدرش انه ياخذ مثلا الامانه، كنكونوا ديجا حنا الورقه ديالو في تيراج السوق، وملي ما كياخذهاش مازال كنعاودوا نسجلوه بانه حتى لا فاز راه ما يقدرش يستافد لحقاش ما خداش مازال ما تقدرش مازال من عندنا. شنو غادي نصيفط ليك في ميساج ما فهمتش؟ ام حمزه كديروا السكرين، كديري جيم لاباج ديالنا اللي هي فيجو تخي اميره، وكديري بارطاجي لاباج ديالنا، وكديري بارطاجي لانونس اللي غنلوحو عشيه ان شاء الله، واحد لانونس اللي غادي نلوحو هاد العشيه ديري لها حتى هي بارطاجي، كديري ليهم السكرين وتصيفطها لينا في سيغ ميسنجر، يعني في الميساج ديال في لاباج ديالنا فيجو تخي اميره في الفيسبوك ماشي في الواتساب. الواتساب كيبغى غير ديال لي كوموند صافي. غورميت جاكوار شحال الثمن؟ كيديروا 2700 درهم لاله نسيم الغورميتا جاكوار. المهم دابا حنا دخلنا في تيراج السوق ان شاء الله، باقي اسئله ان شاء الله اللي بغات شي حاجه تلتحق بينا في الواتساب. اذا على بركه الله يا سياسي واقيلا تحاول تهز هذا واقيلا باش هكذا تكون الصوره واضحه. لا ماشي هكذاك، سد هذه باش تكون الصوره واضحه والناس. لا خلي عاود نزير هذه باش كلشي الناس يحضروا القرعه ويشوفوا داك الشيء على المباشر. فوالا بحال هكذا ان شاء الله باش كلشي يكون قدامكم. هذه هي لي كوردوني ديالكم ان شاء الله، وحده فيكم تكون فائزه معنا. فوالا بسم الله على بركه الله. وجد لي التليفون باش نعيطوا ان شاء الله اختي غادي تفوز معنا. عاودوا راه هنايا كلشي الناس باش تكونوا حاضرين لكلشي. هادشي هذا فوالا كيفاش كنديروا، كنحاولوا نلونجيو الوريقات كاملين، وفي الاخير في الاخير على بركه الله بسم الله كنحاول ناخذ وحده هي هذه ان شاء الله.
هذه ان شاء الله هي الفائزه معنا في هذا الشهر ديال تيغاج السوق ديال الطومبوله ديال هذا الشهر اللي هي المونتر اوريجينال. بسم الله الله يخليك. بغيت نشوف موديلات ديال الخل خالد رجل. ما كاين حتى شي مشكل اختي ايمان، دوزي عندنا الواتساب ومرحبا بك. اذا الفائزه معنا هي امينه بالعزي من مدينه برشيد. نحاولوا نبينوا شنو النيميرو تليفون امينه بالعزي من مدينه برشيد هي الفائزه معنا في هاد الطومبوله. ان شاء الله نحاولوا نعيطوا ليها الا كانت في السماع تحاول تجاوبنا ان شاء الله. 0665 66 58 11 على بركة الله. اذا هنيئا لله امينة بالعازي من مدينة برشيد، نتمنى انها تكون حاضرة معنا. حاول مقفيص بغيت تدخل خالد ديال اليد عفاك. وي لا لا نونا موجود ديال الخلاخ ديال اليد. انا نوريكم واحد الموديل نسيت ما دوزوش ليكم على ما نسالي ان شاء الله هاد القرعه. لالا امينه بالعازي مخاطبكم مشغول حاليا. حاليا مخاطبكم مشغول. غادي نعاودو نعيطو ان دوزيام ابيل. امينه بالعازي في انتظار الدخول ديالك. عفاك واش كاينين خو الخال ديال اليد؟ وي لالا نونا موجودين خو الخال ديال اليد موجودين. أميرة خالد مبروك عليها اللهم أمين. إن شاء الله في انتظار الدخول ديالها. بغيت اسم حنان بالعربية بالسلسلة ديال الكورمات. مرحبا لالا يمنى، ما كاين حتى شي مشكل كنصوبوهم. مخاطبكم مشغول حاليا. دوزيام أبيل تخوازيام أبيل. غادي نعاودو القرعة من جديد، غنعيطو أن تخوازيام أبيل. إلا ما جاوبتناش هذه هي قانون المسابقة وهذا هو قانون القرعة. إلا ما تمكنتش من أنها تجاوبنا هدى بن سلام خبيتي النيميرو ابخي قلتي النمره. ما يمكنش يالا نوريك نيميرو التليفون، نيميرو التليفون سي بريفي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. سيدي بخير لاباس؟ الحمد لله اخويا اللهم لك الحمد. الله يخليك. كنعيطوا لواحد الاخت سميتها امينه بالعازي. امينه بالعازي الزوجه ديالي. نعم الزوجه ديالي. الزوجه ديالك لحقاش حنا مجاورات اميره وكانت فازت معنا اليوم في واحد القرعه درناها. الله يخليك لك تدوزها لينا من الاحسن بيومها. ها شكرا. السلام عليكم. سلام لالا امينه بالعزي بخير لاباس؟ تبارك الله عليك كلشي بخير هانيه. لاباس الحمد لله بارك الله. معك يوسف من مدينه سطاس مجوهرات اميره. اشنو ربحت؟ ربحتي معنا ايمونت اوريجينال راك على المباشر حاليا. اوه شكرا. الصحه والراحه. انت اش من مدينه لالا امينه؟ برشيد. برشيد هكذا باش الاخوات اللي كيلتحقوا بينا وكيشوفونا في اللايف يعرفوا بانه هذا الشيء هذا راه ماشي كذوب اولا شي حاجه. كان ما كنبغيوش نبينوا نيميرو التليفون باش هكذا كنحفظوا. غير حاجه اللي بغيت نقولها هو هذاك الكورميت اللي خديت من عندك صراحه ماشي زعما حط اللايف ولا شنو، ولكن غزال بزاف. كان يعني انا كما قلت لك كنت خديته من عندك كنبغي نديرو يوميه يعني كيف نقول لك كنخمر بيه نغسل بيه يعني غزال صراحه بزاف عجبني بزاف. شكرا. انا اللي كنت جيت عندك وكتبدل كنت عطيتك كنت هذا حطيتك عندي حطيت عندك واحد كنت يلاه خديته واحد بيجوتري بلا ما نذكر الاسم. أيه. تقطع عليا. اييه اي تفكرتك لالا امينه تبارك الله عليك. لا كنت خديت من عندك هذا الكورميت واحد الخاتم صراحه والله الا والله الا غير ان شاء الله باغا نجي ان شاء الله باغا ناخذ حاجه ان شاء الله. امينه والله الا بصحتك وصراحه ان شاء الله الله يجازيكم بالخير. هذا شرف لينا اننا نسمعوا الكلام منك صراحه شهاده تقديريه تبارك الله عليك. شكرا لك صراحه. يلا كنا هضرت البارح مع الزوج ديالي صراحه قلت ليه مازال باغا ناخذ حاجه اخرى كما قلت لك عجبني بزاف. انا كيعجبني حاجه اللي ناخذها زعما التقليه زوينه. الحمد لله بصحتك يا لالا امينه بصحتك. شكرا. وسبحان الله العظيم حنا قانون المسابقه كنعيطوا حتى ثلاث مرات الا ما جاوبتيناش كنعاودوا تيغاج السوق. سبحان الله العظيم عيط جاوبتينا في تروازيام ابيل يعني راه هذاك الشيء حيت هزات بنتي التليفون وقطعته صافي عزيز هذا. شكرا لكم نهانيه لالا امينه بالصحه والراحه ان شاء الله. باقي التفاصيل ندويو معك فيها فيما بعد. تبارك الله عليك وسلمي على مول الدار والله يصلح البنيه. شكرا بارك الله فيك. شكرا لك لالا امينه. تبارك الله عليك. نعم سلام. اذا كيف شفتوا معنا هذه هي امينه بالعازي من مدينه برشيد اللي فازت معنا بمكانه اوريجينال. هنيئا لها وصحتها وبالتوفيق لها ان شاء الله لكم. وان شاء الله حظ سعيد للاخوات جميعا في القرعه الجايه اللي غيقدر يشارك فيها الجميع ان شاء الله. ماشي غير الناس اللي غيشريو عندنا وانما حتى الناس اللي كيشجعونا بالبارطاج وبالليجيم حتى هما عندهم حق يشاركوا كيف سبق لي وشرحت قانون المسابقه. وكذلك ان شاء الله
بالتوفيق لكم وبالتوفيق للجميع. اذا معكم يوسف من مجوهرات اميره، هكذا اليوم تمت الحلقه ديال اليوم تيراج الصوغ اللي كان. هنيئا الامينه بالعزي بصحتها وراحتها، تستاهلوا هذا صراحه. هاد لي طومبول اللي كنديروا راه صراحه شي حاجه قليله في وجهكم، التشجيعات ديالكم ولي داكشي اللي كتشجعونا دائما، لا في لي لايف ولا في لي بارطاج ولا عن طريق انكم كتشريو عندنا، الثقه ديالكم اللي كديروها فينا ثقه عمياء. كنحاولوا نشكركم بهذه الطريقه لهذه اللي صراحه قليله في وجهكم، وانما هذا لازم. تحيه لكم، معكم يوسف من مدينه سطات من مجوهرات اميره. بقى لي الا انني نستدعكم، ما تنساوش ديروا بارطاجيو الجيم باش اليوم من اليوم ان شاء الله تبداو تشاركوا معنا في الطومبوله ديال هذا الشهر ديال جويه. بون ويكاند ان شاء الله، واخا ما بقى فيه والو. تحيه لكم من يوسف، اعانكم الله وبالتوفيق ان شاء الله للجميع فيما تبقى باقي الايام ان شاء الله. بالنسبه للموديلات اللي ما جاوبتش في الواتساب، ان شاء الله دوز عندنا الواتساب ومرحبا بها، ما كاين حتى شي مشكل. ورينا هاد الساعه الاوريجينال، فوالا هاد الساعه هذه اللي ربحت معنا هي هذه. ما عليكمش، مزيان اللي فكرتوني حيت نسيت، راك عارفوا مع شويه ديال التراك ديال اللايف، لهذا نسيت ما وريتهاش لكم، اللي هي دانيل كليم برونز، اللي هي هذه سيرتيفيكا ديالها بكلشي ليها دانيال كلين. فوالا تحيه لكم وتبارك الله عليكم، حد سعيد ان شاء الله في المره الجايه في الشهر الجاي ان شاء الله. معكم يوسف مره اخرى ان شاء الله، اعتذر، الله يعاونكم ونهاركم سعيد.